لا مرحبا، صباح الخير. نعم نتواجد معكم هذا الصباح من هنا من محافظة أبو عريش، حيث تفعل وزارة البيئة والمياه والزراعة هذا الأسبوع بداية كل فصل ربيع، بداية كل أسبوع من فصل الربيع طبعا هنا في منطقة جازان. منذ يوم أمس فعلت فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة هنا في منطقة جازان هذا الأسبوع، بداية شاهدنا العديد من الفعاليات الجميلة رائعة من محافظة الدرب ثم بيش ثم هروب ثم العارضة، وأيضا على المحافظات الساحلية شاهدنا مبادرات نوعية وجميلة ورائعة لتنظيف الشواطئ، العديد من المبادرات أيضا اليوم تقام العديد من المبادرات والفعاليات الجميلة للاحتفاء وتفعيل هذا الأسبوع للتذكير بأهمية الحفاظ على البيئة هناك في محافظة فيفا وأيضا في محافظة العدابي، لكن أبرز هذه المبادرات الجميلة والرائعة هنا في محافظة أبو عريش، حيث يدشن وكيل محافظة أبو عريش الأستاذ حسن حكمي مبادرة زراعة 1000 شجرة أمام المنازل هنا في محافظة أبو عريش. نتعرف على هذه المبادرة، طبعا هذه المبادرة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية هنا في محافظة أبو عريش ومكتب البيئة والزراعة والمياه والزراعة هنا في محافظة أبو عريش للتعرف أكثر عن هذه المبادرة. يسرنا أن يكون معنا رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبو عريش الأستاذ عبدو راجحي. أستاذ عبدو، ودنا تحدثنا عن هذه المبادرة. أولا في البداية نشكر لكم حضوركم في هذا اليوم ومشاركة الإخبارية لنا في هذا البرنامج وهذه المبادرة المميزة والنوعية التي تنفذها مكتب البيئة والزراعة والمياه بمحافظة أبو عريش بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية وبحضور ومشاركة عدد من الإدارات الحكومية والتي يدشنها سعادة وكيل محافظة أبو عريش الأستاذ حسن حكمي، ويشارك في تنفيذها أكثر من 200 متطوع. وتهدف المبادرة التي تأتي تحت شعار البيئة لنا ولأجيالنا، وكما ذكرت يشارك فيها أكثر من 200 متطوع، وهي تأتي بمناسبة أسبوع البيئة الذي يفعل كما ذكرت أخي عبد الله في أكثر من محافظة وأكثر من منطقة في المملكة. تهدف المبادرة إلى زراعة أكثر من 1000 شتلة ونبتة زراعية من النباتات المحلية المعروفة في محافظة أبو عريش، وسنركز على النباتات كالفل وأيضا الورود والنيم وغيرها من الأشجار التي تنمو في محافظة أبو عريش والتي يهتم بها دائما الأهالي والاستفادة سواء من ظلها أو من شكلها ومن الرائحة التي تنبعث منها. كيف خططتم لاختيار المنازل اللي سيتم زراعة هذه الأشجار حولها هنا في المحافظة، وهل ترون أو تنوون التوسع مستقبلا لتشمل هذه المبادرة جميع المنازل هنا في محافظة أبو عريش؟ بإذن الله يتبع للجنة التنمية الاجتماعية أكثر من 16 فريق تطوعي وأكثر من 25 مركز نشاط وفرقة كشفية وأكثر أيضا من 7 مراكز للفتاة، ستشارك جميعها في تفعيل هذه المبادرة من خلال نشر ثقافة الاهتمام بالبيئة والذي يأتي ضمن اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين، واللي يتابع الفترة الأخيرة لكل البرامج التي والمبادرات التي تعلن عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين سنجد أن هناك في تركيز كبير على الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها. سنهتم إن شاء الله بغرس هذه النباتات بجوار المنازل وأمام المنازل سواء في أحياء المدينة أو في القرى التابعة لها. كيف وجدتم رضا وتقبل الناس لهذه المبادرة وأنتم تدشنونها اليوم هنا في أحد الأحياء في محافظة أبو عريش؟ كما تشاهد أخي عبد الله الأهالي محتفين بهذه المبادرة ومتعاونين بشكل جيد وأيضا معجبين بهذه المبادرة اللي تأتي أيضا ضمن اهتماماتهم هم بمنازلهم وبتوفير المنظر اللائق والمناسب أمام المنزل. العافية الأستاذ عبد الراجحي رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبو عريش، وأنتم تدشنون هذه المبادرة النوعية ضمن المبادرات الكثيرة ومتعددة لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبو عريش، شكرا لك وجهود موفق. أشكرك أخي عبد الله وأشكر قناتنا قناة الإخبارية وأشكر كافة الزملاء مدراء الإدارات الحكومية وزملائي المتطوعين من لجنة التنمية الاجتماعية، وأشكر الشريك الأساسي لنا في هذه المبادرة مكتب البيئة والزراعة والمياه بمحافظة أبو عريش. شكرا لك، يعطيك العافية. إذا سارة، كانت هذه إضاءة على مبادرة زراعة 1000 شجرة هنا أمام المنازل في الأحياء بمحافظة أبو عريش ضمن مبادرة تفعيل أسبوع البيئة اللي يهدف إلى التذكير والحث المجتمع على الحفاظ على البيئة وأيضا نشر ثقافة التوعية بالثقافة البيئية.
شكرا جزيلا لك عبد الله الفيفي، يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه.